عليكم كبداتي كي دايرين بخير لاباس عليكم الصحيحه بخير اش تعاودوا كي دوزتونا كي دوزتو ناركم كلشي بخير الحمد لله المهم بسم الله على بركه الله غنجمع هذا الصالون كانوا عندنا شي ناس يلا كيخرجوا يتغداو معنا يجيهم الخير الصالون راكم عارفين شفتوني لا مع حق هذا الفيديو مشاليا الفيديو اللي حطيت لكم ديال العيد ماشي مشى انما كنا عند شي ناس وكانوا شي مشاكل هذاك الشيء علاش مسحتو ايوا صافي كان في كان داخل فيه حتى فاش فرشت الصالون فاش وجدت طبله الفطور ولكن ما مكتوبش نعوضو ان شاء الله نعوضو ندير لكم عيد نتوما تستاهلوا عيد خاص بكم مبروك عليكم الذكرى النبويه دخل علينا بالصحة والسلامة إن شاء الله يو صافي الدنيا نقية خادي صلاية خادي صلاية سست بيها كان واحد شوية ديال السقلي ماشي حتى شي حاجة الماكلة المهم فتسالي الدري وتجي تشطى بغرد بديك العيبة ديك باي باي اللي كنقولو ليها غادير العشيه غنمشي نمشيو ان شاء الله نغسل الماء انا راه تبقات لي الكوزينه ديال الماء عند الغدا وداكشي بداتهم الدريه ولكن نمشي نكملهم ونخلط واحد الحرشه نطيبها وهانتوما معايا وخليكم معايا ربي يحفظكم ليا يا ربي هكا غنكبها وغادي نغرب لها جبس غير 3 دراهم ثلاثة دراهم غادي تعبر ليا راه تعطيني ثلاثة الكيسان جوج كيسان عامرين وواحد لاروب المهم عينيكم ميزانكم انا غندير حريشة غير صغيرة وندير شوية الملحة وقلب لي مندير فيها السقار الصراحة كتجي فيها فاني ولكن فاني ما عنديش ندير شوية الخميرة كتجيها كتخليها هشيشة ندير شوية السكر حتى مكايناش باني ولكن غنعبر عليها هدا راه كنديرو كاع على عينيا حريشة واعرة صافي عرفتو ملي كتولي ملي كتعود تبقاو كطيبو بزاف يعني بنادم كيطيب الواحد كيطيب الماكلة فايدة وفترة مكيبقاش عندو مشكل ديال العبارات هنا درت شويه الزيت غنجمع هذه الدرونه هذه عرفتش كنبان لكم كيبان لكم هذا الشيء اللي كندير اما انا ضروري غنبان لكم شوفوا شوفوا فين درت شعري بدا الحال كيسخن ياك بدا الحال كيبرد ولكن حنا باقا ما بردش علينا الحال ما بردش علينا الحال باقا خطات والله الا اليوم الظل كنتشوروا بزاف المهم كبيداتي اللي بغيت نقول لكم هاد السميده كسكستها مزيان بزاف السميده الملحه الخميره الصقار بلا ما نبقاو نحزر في الحاجه ولا نعليو بها هي غتخرج على مزيان هنا كاس الماء دافي دابا غنخدمو بصبعان يدينا يعني ما غاديش نعجنو البارح قلت لكم فاش البارح ولا فاش كنا كنديرو مسمن العيد قلت لكم راه غنفتح المحل والله الا عرفتي عرفتي زعما فين الا كتبوا لي لا على فلا كاينه اللي كتشد الحرشه شوفوا الحرشه شوف كاين اللي كتشد الحرشه غير كترشها بالماء لا الحرشه راه كتديروا لها الماء لدرجه كتبان لكم الماء كيخرج من السميده ياك دير لها الحركه نخليها تتحرك فيها فيها الخميره واحد الشويه وتشرب ونتلاقاو باش ها انتما قبيداتي مع 12 نتلاقاو عاوتاني نديرو لايف صافي دخلوا دخلوا مرحبا بكم راه نلف لكم هذا الفيديو ان شاء الله مع 12 نديرو نتلاقاو في اللايف ايوا كلي يعطي رايه انا هضرت بعض المواضيع كلها هضرت داكشي اللي كيهمو خلاص
عندي كسكس. انا بحال هكا ملي كنجيب الحوايج كيبقاو لي كنخليهم في النيكه، حيت الا درتهم في قرعه غيبانو لي غادي غيبانو لي وغادي نستعملهم. ملي كتحل القيا مع حنا الكابريوم واخا كاين لي تسخر لي وكنسيتو شي حاجه بسيطه تجي حشومه كنزل على قبل بنادم. انا ديما كنخبي الملحات نخبي كلشي. انا ما تنسخنش المقله، المقله اللي كنسخنها هو اللي ما يكونش فيها الماء، ندهنها بشويه الزيت باش ديك السميده ما تحرقش لينا. قلت لكم كيدخلوا عندي العيالات اللي كيهمهم الامر، ما الرجال راه كيتفرجوا. تحيه في الرجال وعيالات كيقولوا لي واش انت كتشقي بلي صغير؟ انا كنشقى بيدي بجوج عندي الحمد لله الحمد لله وقولوا تبارك الله ما شاء الله. عندي داكشي اللي غندير لي ما غنديرها بلي صغير. الوسط غادي نكثر شويه باش مش ما نحتاجش ياك تصنع قلب هاد المعنية. شوفو هاش اش مبدلكم حريشة ديالنا لي منزلناتها رطيبة وشاربة داك الماء. شنو كندير ليها؟ كندرزر عليها السميدة وكندرسها عادي الطريقة ديال كان كنكرصو بها خبز بطبوط اي حاجه. انا مولاي الدار كلشي كيبغي الحرشه تكون رقيقه الصراحه حتى انا ماشي تعجبني الحرشه ديال الزنقه حيت كتكون رقيقه. وبعض الناس اللي كيصايبوها في الدار كيصايبوها غليظه باش تكون غليظه تتبعي شحال هكا الخبز. علاش ما كيديروهاش العيالات رقيقه كيصايبوهاش رقيقه حيت تجي صعيبه باش تقوي الصراحه. هادي دابا كتاخذوا فيها داك ريحه الماء الزهر وعوض ريحه فانيا. ما كاينش فانيا نسيتها ماشي تخلي داك. انا راه عندي مسمال عندي كيكه راه تشهينا الحرشه. قلنا علاش ما نديروش الحريشه ونديرو نسخنا شويه المسمال. بقات لي بتيكانج اخويا كثيره راه مشات ليا الطبلات الفكرام راه منكتبش عليكم زوين وانا مصورة عليكم مصورة عليكم العائلة كاملة واخا مشدتش ليها على وجههم ولكن نعاودوها ان شاء الله. عقلت انا ماشي بزاف هادي باش كنصايب هاد الحرشة. عقلت واحد الخطرة غنصايب معاكم الحرشة ديالكم الا ما جاتش زوينه ما تضحكوش عليا. الساعة المشكل ديالي باش انا ما كنعرفش انا ما زعماش ما كنقدرش نشقى قدام الكاميرا. كنحل الكاميرا كندير كنتلف هذاك الشيء اللي كنعرفو كنديرو. وهي الصراحه راكم كنتو جداد عليا وانا جديده عليكم. دابا تبارك الله ما شاء الله راهي مزال تكون مالين الدار. دابا بنادم راه كيجيك ثقيل وكيجيك ديك الارتباك ملي تتبغي تهضر معاه غير ملي كتكون يلاه كتعرفو. نتوما دابا تبارك الله راه عام وحنا اصدقاء راه ولينا عائلة. ربي يحفظكم ليا يا ربي ويطول لي رفع عمركم ويسهل لي عليكم امين يا رب. انت كدعي معكم من قلبي حيت راني حاسه بكم حاسه بكم نتوما راه تدعيو معايا. ايوا عرفت شنو غندير غنجيب الكاميرا هنا وغنطيبها غنجهدها غير تسخن المقله وغنقصها باش ما تحرقش ليا قبل ما طيب.
شايفيني نسخن الماء شي نسخن نطيبه عندي تيد ماشي انا ما عنديش تيد عندي داك ديال اومو ديال الماكينه نخليه حتى يرتد مزيان يعني كيفان شويه البريحه نكبو هنايا نكب عليه شويه جافي سيب 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 بعيد عليا شويه جافي وشويه ستي كنقول لي انا نتي ورا امو داك الشيء كل واحد ما عارف معناته في الدار الا انا لي شحال بزاف صافي يستاهل شوف شوف كي دايره يستاهل ندير لك بزاف ديال الصابون بلا لي عرفت جافي للصابون سخن كيحرق اليدين هاد الطرف ديال الثوب انا واخداهم بيه شحال هادي مبقيت نمشي فيه نهار نمشي عاود ان شاء الله نخدم جافي ما تقيلش ليا في الجيب زوينين كينشف وكندوزو فوق البوطاجي لكن حتى مازال نعاودو صافي ندير كينقي البلاصه شوف بحكم ان راه عرفتي طبعا كتنفخ طبعا الحركة ديالي عرفتي فاش فكرنا يا راسي دابا والله تفوت عليا بالطبع واحد الخطرة جالسة معايا الوالدة وانا راه كيف كتعرفو عندي خواتاتي خواتاتي تقال في الشقة شوية غير شوية لا يسمعوني باش بغيتي رجعتنا سيفطونا حالتنا المهم تقال في الشقة ماشي ما حد يجي ما تقال الوالده ديالي تعجبها الشغل ديالي واحد النهار كنت جالسه معايا بقى عندي الماكينه العاديه دايره الصابون وكنشقى وكنجفف كنطيبو داك الصابون انا فيه القاعده كنبدا شحال من حاجه بزقه وحده انا اصلا كنعرف نشقي مشقيتش ما جمعتش كلشي ايوا صافي قالت جالسه مسكينه على جبال حال كيف كنشقى داكشي كتشوف واحد الشويه بديت كنسد فواحد السلطه واحد تاع الدقيق واش تسد ورا خفت وخاصمت عليه قلت لي يا الله بنيتي معاك كنت كتشكر فيك كتقول لي انت كيعجبني الشغل ديالك منظم كذا كذا المهم علاش خواتاتك ما يشقوش بحالي بديت كتعاود لي يوم اللي درت ديك الخدمه من السطل وتقول لي والله عرفت علاش دارك ديما متوله وديما نقيه وديما حوايجك بلاصتهم انا كي كتسلخيهم عرفت زعمتي انا كنخاف على شي حاجه انا كنتفكرها هي فين ديك القاعده صراحه المهم كبداتي ها نتوما داك الشيفون من بعد ما يتصبر نوري لكم ها هي انا راهي حقت ديالي انا ما عرفتش طفال ليا سبيتو فلاش شوفوا ما غاديش نصبروا بيه ديالي ما عرفت لكم غادي ليك حتى حاجه غنخليه هنا نبقى نغسل الماء على هذيك اللعيبه نشوف اش حطيت لكم لا طفال ليا غير ما عرفتش علاش طفال ليا المشكل هي كنت كتعرفوا على ايفون قولوا لي فاش اش كي طفى لي ليه الفلاش علاش طفى لي الفلاش على حقاش كيسخن كنكون كنصور وما كيسخن غير كيسخن كيطفى لي الفلاش واش كاع هكا كل هذا فيه شي مشكل المهم بدات طيب الحرشه نتلاقى هاد الطرف ديال التوب اللي كان سميتها الشيفون ديال البوطاجي غنخليه بحال هكا حتى الغدا في الصباح نشدوها في الكوبيني ديال غير شويه غنعاودو بالصابون ديال المعن وصافي غنمشى غيخرج هكا يرجع ليه اللون ديالو اصلي هانتو مقبيدات شوفوا هي الحرشه ديالنا تبارك الله ما شاء الله راها طايبه شوفوا هو هذا الوجه وهو الوجه الاول الله الله تخيلوا شحال سخونه شو الفلاش ما بقاش غايش عليا بعد تبين دير ليه
قد هنزليها شوية زبدة، ولا شوية زبدة، شوية العسل، ندير غير قياس ديال الزبدة على حقاش راني جبت الشيفون اخر بما نشوف هذاك، حيت انا ما يمكنش ليا الصراحه، ما يمكنش ليا نقبل الشيفون، عرفتوا واش من العسل درت ليه؟ والله الا دايره ليه العسل الحار الحرشه طالعه 3 دراهم، والعسل الحار كلكم عارفين شحال كيدير. اياك بداتي الشهر ماشي هيتكم الحباب ديالي، شو نشوفو مع بقى صفونة علاش ما نديش الكاميرا ونوريها لكم، اصلا انا ما كنخبي عليكم والو، الروينه كلها شايفينها. شو استحريشتي وفتيه ورقيقه قطعناكم، شوف 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 هذيك اللي كنشريوها في الصباح اللي كنشريوها في الصباح عند مولات الحرشة. شوفوا شكون اللي كيفطر معاه بالحرشة في حالي، انا كنفطر بالحرشة الصراحة، هكا كتعجبني، كنقول لها دير لي العسل والزبدة. يلا كبداتي باي باي عليكم، الى الفيديو المقبل ان شاء الله. البسمة ديالكم لي لايك، لي لايك والبسمة بجوجهم الله يحفظكم ليا يا ربي. شوف انا راه كنقلبها بالمطرح، والله العظيم كنقلبها بالمطرح بلا ما ندير ديك الصينية وديك البلانشة. المهم باي باي عليكم، وراكم تما طلعوا ليا في رياسكم وطلعوا ليا في قناتي، وح عليكم راني حماق عليكم.